السلام عليكم، معكم حنان، مرحبا بكم في حصة جديدة. اليوم ان شاء الله باذن الله غنحضروا مجموعين فقاس ملح بالزعتر والحار والفرماج الاحمر. نتمنى الوصفة ديالنا ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وصفة سهلة ولذيذة صدقوني بزاف. يلا بلا ما نطول عليكم نمر مباشرة للمقادير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجوا 100 غرام ديال الزبدة من اصل حيواني، غنحتاجوا 25 غرام ديال الفرماج الاحمر. الا ما عندكمش الفرماج احمر ممكن تاخذوا فرماج عادي المثلث، ولكن تيكون هو فرماج احمر وتستعملوه، كيعطي مذاق حتى هو زوين. غنحتاجوا البيضه وحده، غنحتاجوا الفرماجه وحده، وغنحتاجوا المعلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال الابزار. غنحتاجوا 250 غرام ديال الدقيق، وغنجمعوا العجين بشويه ديال الماء، يعني القليل فقط من الماء، ما تكثروش بزاف، يعني غير الكميه ديال الماء اللي غتجمع لنا العجين فقط. هذا الفقاس عندي ما فيهش الخمارة ديال الحلوى نهائيا، وصدقوني كيجي زوين بزاف. يلا كناخذوا اناء كنوضعوا فيه المكونات كاملين كيف كتلاحظوا معايا، الزبده الفرماج الاحمر الملحه والابزار، وكنحاولوا نمعسوهم مزيان، كنخلطوهم مزيان. من بعد كنضيفوا هذيك الحبه ديال البيض، كنعاودوا ندمجوا مزيان العناصر فيما بعد، ومن بعد كنضيفوا الطحين ديالنا وكنحاولوا ندخلوا مزيان مزيان في العجين. من بعد كنستعملوا بالقليل من الماء فقط، غير القليل، يعني ما تكثروش بزاف، القليل من الماء، الكميه اللي غتكفيكم غير باش تجمعوا العجينه ديالكم. صافي كيف كتلاحظوا معايا، من بعد ما شكلت كره من العجين وضعتها في الثلاجه باش ترتاح، من بعد قسمتها على ثلاثة. بالنسبة للجزء الأول كيف كتلاحظوا معايا، أنا يعني طلقته ما بين جوج ديال البلاستيكات، ومسحت الوجه ديالو بالبياض ديال البيض، يعني استعملت البياض ديال البيض هنايا. الدور ديالو يعني كغراء فقط باش يلصق لينا الزعتر او لا يعني اي حاجه بغيتي ديريها بالداخل ديالو. صافي كيف كتلاحظوا معايا، كنمسح بواحد الكميه هكذا قليله من البياض ديال البيض. من بعد كنرش الزعتر اللي عندي، كنحاول نلوي العجين ديالي كيف كتلاحظوا معايا. من بعد وضعته في كيس بلاستيكي ودخلته للمجمد، ومريت عملت نفس القضيه، عملت نفس الطريقه بالنسبه للبودان الاخر اللي كيكون حار، يعني مسحت الوجه ديالو بالبياض ديال البيض، رشيت فوق منه القليل من الفلفل الحار وجمعته بنفس الطريقه او لويته بنفس الطريقه كيف كتلاحظوا معايا. صافي من بعد ما تماسكت عندي العجينه في المجمد خديتها وقطعتها ووضعتها مباشره في الفران كطيب. بالنسبه للشكل الثالث ما صورتوش لكم في الفيديو، لكن خديت لكم واحد الصوره كيف كتلاحظوا معايا. خديت العجين طلقتها حتى هي وقطعتها بالقطاعه اللي على شكل قلب، وضعت في الوجه ديالها القليل من الفرماج الاحمر ودخلتها حتى هي للفرن. صافي كيتحمر الفقاس عندي من جوج ديال الجوايع كيف كتلاحظوا معايا، كيجي زوين بزاف. الا بغيتوا تستعملوا حتى الهريسه ممكن انكم تضيفوها. صافي ممكن وكذلك تستعملوه بالحبه السوداء، يعني كيف كتلاحظوا الصوره اللي غادي تطلع امامكم الان، هذا كنت عملت القليل منه عملته بالحبه السوداء، وكمية اخرى عملتها بالزعتر، وكمية اخرى وضعت فيها الهريسة في الداخل ديال العجين كيف كتلاحظوا معايا. صافي هذا هو الوصفة ديالنا ديال اليوم، سهلة وبسيطة ولذيذة صدقوني بزاف. يلا نتلاقاو ان شاء الله مع وصفات اخرين. الا كنتم مازال ما اشتركتوش عندي في القناة، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. تهلاو في ريوسكم، السلام عليكم.